حلقتنا النهاردة هنعرف سوا مين البطل محمد عبد الكريم الهمام اللي اتكلمنا عليه في حلقتنا اللي فاتت، واللي كنا بنتكلم عن قصة تهريبه من ايد الفرنسيين. اتولد الامير محمد عبد الكريم الخطابي ببلدة اجدير عام 1301 هجريا. كان زعيم قبيلة اسمها وريغل، اكبر قبائل البربر في المغرب. وبعد ما كبر اتعلم بجامعة القرويين من اقدم الجامعات في العالم وفي مدينة فاس، وبعدها اتنقل لجامعة سلامنكا باسبانيا، أخذ منها دكتوراه في الحقوق وتعين بعدها قاضي بمدينة مليلة، بالإضافة لعمله كمحرر في بعض الصحف اليومية. واللي خلاه بطل وخلد اسمه أنه أول واحد ابتكر حرب العصابات وأساليب الكر والفر بسبب قلة عدد المحاربين معاه ضد الاحتلال الأسباني والفرنسي في المغرب العربي، في الوقت اللي كان المغرب محتلة من أسبانيا وفرنسا للقضاء على الإسلام من ناحية، ومن ناحية تانية لاستغلال الثروات، فاكرين أن هم مش هيلاقوا مقاومة، وخاصة أنهم كانوا من أكبر القوى العظمى في الوقت ده. إلا أن الخطابي قدر يكلف الدولتين خسائر كبيرة جدا في العتاد والأرواح كمان. وفي مرة من المرات اتعرض على واحدة من المحاكم في بداية أيام عمله بالقضاء، فحم القاضي بردوده واستقال عن منصبه وقال مش هسمح لعملي انه يأثر على وجهه. دخل وخرج من السجن كذا مرة، وفي كل مرة كان بيخرج فيها كان بيخرج أقوى من الأول. من ضمن أشهر المعارك اللي حقق فيها انتصار كبير كانت معركة إنوال، بعد ما سمح للأسبان اللي كان عدد جيشهم ساعتها 25,000 جندي بقيادة الجنرال سلفستري باحتلال بلدة إنوال، ويسر ليهم احتلال أبسران اللي كانت محصنة بشدة لحد ما اطمنوا وافتكروا انهم استولوا على مناطق الريف المغربي، وطبعا ما كانوش عارفين ان ده فخ من الامير علشان يقضي عليهم بهجوم معاكس. استرد فيه بألف جندي بس اغلب اللي احتلوا، وهم حوالي 130 موقع، وغنم منهم كتير وعدد كبير من العتاد، 30,000 بندقية، 129 مدفع ميدان، 392 مدفع رشاش. وساعتها اعترف الاسبان ان هم كسروا المعركة لوحدها 15,000 قتيل و570 أسير. بدأت أسبانيا تفقد أعصابها بعد كل الخسائر دي، وخاصة إنها قوة عظمى واللي بينفسها أو اللي بيواجهها مش قوة عظمى زيها، فجهزوا 100,000 جندي عشان يهاجموا أجدير بلدة الأمير من كذا جهة. وبتعتبر معركة إنوال بقيادة الأمير محمد عبد الكريم من أروع معارك الريف، من بطولات تاريخية واللي أبهرت الدارسين لتاريخ مقاومة الشعوب للاحتلال العسكري الاستعماري، لدرجة إنها تصنفت من أفضل التجارب الاستراتيجية العالمية في مجال حركة التحرر الوطنية بشهادة العدو قبل الصديق. الأمير محمد عبد الكريم ما كانش منشغل بس بتنظيم الجيش والحرب وإزاحة العقبات، لا ده كمان كان بيعمل إصلاحات في البلاد زي تنظيم المالية اللي ما كانتش لسه وقعت تحت قبضة الاحتلال، وكمان أصلح الإدارة ونظم التجارة والزراعة، واهتم بحالة الريف الصحية والتعليمية عشان يكونوا دعم ليه يقوي جيشه. ومع مرور الوقت زاد جيشه ل 1600 جندي حارب بيهم أسبانيا من جهة الغرب والفرنسيين من جهة الجنوب، فمعارك قوية ورا بعض هزمهم فيها هزمات ساحقة رغم استعمال الاحتلال الأسباني للغازات السامة أكتر من مرة. ولما توالت انتصارات الأمير عبد الكريم على الأسبان، الدكتاتور الأسباني بريمو دي ريفيرا ما كدبش خبر وخرج من مقره على رأس الجيش بنفسه. ومش بس كده، ده كمان اتفاوض مع الفرنسيين عشان ينجدوه من الأمير المغربي اللي معهوش غير 1600 جندي بس. وفعلا اتفقت القوتين الفرنسية والأسبانية على محاربة عبد الكريم. فرنسا أقوى دولة برية في العالم، والجيش الأسباني ثالث الجيوش الأوروبية. وفي ربيع عام 1925 بدأ الفرنسيون هجومهم تحت ستار تمثيلية ضد هجوم مفتعل. كانوا عايزين يفتحوا الجبهة للأسبان بإشغال عبد الكريم بجنوده في معارك معاهم، وكان فتح الجبهة دي فعلا مفاجئ لأبطال المغرب، فتحاصر جيش عبد الكريم بين البحر في الشمال والأسبان من الشرق والغرب والفرنسيين من الجنوب. خرج جيش محمد عبد الكريم بقيادة أخوه لمقابلة الفرنسيين اللي توجهوا لمدينة فاس، مش همه الغارات الوحشية اللي كانوا بيحصروهم بيها هنا وهناك. وبالرغم من أن المجاهدين فقدوا عنصر كان يساعدهم وهو الحرب في الجبال وهم رايحين يحاربوا في فاس، إلا أن قوتهم اتضعفت بسبب انضمام عدد من القبائل لهم. وهناك قابلوا الفرنسيين في مزيان وهزموهم شر هزيمة، وبقى الطريق قدامهم مفتوح للعاصمة. فبسرعة جه رئيس وزراء فرنسا وانضم لميدان المعركة وعزل القائد الفرنسي لوتي المعروف بحنكته وبراعته، وعين المارشال بيتان كبير العسكريين الفرنسيين، وطلبت كمان فرنسا من اسبانيا انها تفتح جبهة رابعة لمحاصرة الجيش الخطابي. وفي الوقت ده غطت الطيارات
سماء مراكش ضربت في الشعب كله بدون تمييز بين جندي ومدني، وكمان اتعمدوا ضرب الأسواق التجارية ودور العلم والمستشفيات علشان ينشروا الرعب في قلوب الشعب كله وينفسوا عن حقدهم بسبب هزائمهم المتكررة. وللأسف هجم القائد الفرنسي الجديد على البرانس، أهم معاقل المقاومة، وأخذها في الوقت اللي فيه إسبانيا كانت بتستعد فيه للهجوم على أجدير. وفي إبريل عام 1925، يعني بعد شهر من سقوط البرانس، كانت الجيوش الفرنسية والأسبانية مجتمعين تحت قيادة بيتان تزحف من كل الجهات على الأمير عبد الكريم والمجاهدين المغاربة، فتفاوضوا معاه عشان يسلم نفسه ولكنه رفض وفضل ان هو يموت شهيد في المعركة اكرم له. وفي 10 اكتوبر عام 1926 اسروه وحبسوه في جزيرة رينيون في المحيط الهندي شرق مدغشقر. وما تتعجبش من المعلومة اللي جاية لانها حصلت بجد، الخطابي ما توقفش عن القتال وكان بيقود من وهو في منفاه لحد ما نالت المغرب استقلالها، وده اللي خلاهم يفضلوا خايفين منه حتى وهو مسن ومعتقل. وحكت عائشة الخطابي ابنة الامير عن رده على رجال الريف اللي حضروا باعداد كبيرة جدا عايزينه يبقى سلطان عليهم بعد معركة أنوال. ساعتها قال لهم: لا أريدها سلطنة ولا إمارة ولا جمهورية ولا محمية، وإنما أريدها عدالة اجتماعية ونظاما عادلا يستمد روحه من تراثنا. وفي نهاية رحلته عاش الأمير محمد عبد الكريم الخطابي 20 سنة في الأسر، 20 سنة في السر قبل إعلان فرنسا إطلاق سراحه بشرط إنه يعيش هو وأهله في فرنسا. بس على مين؟ ساعتها حصلت اتفاقية لجوء السياسي لمصر وعاش فيها لحد وفاته بالدراسة عام 1936 ميلاديا. ودي كانت قصة بطولة الأمير المغربي مع دولتين من أقوى الدول العظمى في عصره.